تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وأيضا ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نسعى في هذا البرنامج لاستقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وأيضا يعني كل ما يتعلق من تعليقات على القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام، وبالمرافق الخاصة بهيئة الصحة والخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل خاص. أيضا في هذا البرنامج مثل ما عودناكم يعني نبدأ بطرح العديد من المواضيع، ونبدأ معاكم المشوار بمجموعة من الأخبار اللي طالعتنا بها الصحف المحلية والعالمية ووكالات الأنباء من الشرق والغرب. أول أخبارنا سامحني أنا ما ذكرتكم بفريق البرنامج اليوم. معانا في الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق معانا فيصل بن فارس، وأنا محدثكم أخوكم الصغير محمود يوسف. مو بوايد صغير ترى، بس صغير يعني. عموما نبدأ جولتنا الإخبارية بخبر يقول صحة دبي تستضيف 3 أطباء زائرين في سبتمبر المقبل. تستضيف هيئة الصحة بدبي خلال شهر سبتمبر 3 أطباء زائرين من المملكة المتحدة وإيطاليا والسويد لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض الأعصاب، القلب، أمراض النساء والمسالك البولية. طبعا قال السيد عبد الرحمن الأوغاني مدير إدارة العلاقات الخارجية والإعلام في هيئة الصحة بدبي أن الهيئة ستستضيف خلال الفترة ما بين 18 وحتى 22 من شهر سبتمبر المقبل الدكتور كلاش باهيتيا استشاري الأعصاب الشلل الرعاشي بالمملكة المتحدة لتقديم خدمات الاستشارية والعلاجية للمرضى بمستشفى راشد. كما ستستضيف الهيئة خلال نفس الفترة الدكتور إيوار سوجورن استشاري أمراض القلب في السويد للكشف والاطلاع على الحالات المرضية بمستشفى دبي وتقديم خدماته التشخيصية والعلاجية حيالها. وأيضا أضاف الأوغاني أن الهيئة ستستضيف خلال الفترة من 24 من شهر سبتمبر وحتى 2 من شهر أكتوبر المقبل الدكتور أليساندرو ديفيرو استشاري أمراض النساء والمسالك البولية في إيطاليا لتقديم استشاراته التشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفى لطيفة. طبعا يا جماعة الخير، يعني هذه من بين الخدمات اللي تقدمها الهيئة، بأنها يعني في السابق نحن متعودين أن دائما كنا نبعث المرضى للعلاج في الخارج. الآن يعني من بين الخدمات اللي تقدمها إدارة العلاج في الخارج أن تستقطب هذه الكفاءات في فترة معينة في مستشفيات الهيئة. الحمد لله نحن الحكومة مو مقصرة، موفرة كل الأجهزة وكل الأشياء اللي نحن نحتاجها من 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 دعم لتوفير العلاج. أحيانا وهذه يعني ممارسات عالمية، نحن نستقطب في أسماء عالمية بارزة الواحد ممكن يجيبها ويستفيد منها هني، سواء من خلال التشخيص والعلاج وأيضا من خلال التدريب كذلك.
عموما من بين الأخبار أيضا دكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد يقول أن ما يقارب من 40 مليون شخص يعانون حاليا من أمراض الجهاز التنفسي المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، وما بين 60-70% ممن شخصت حالاتهم تحت سن 40، بينما يشكل المدخنون نسبة 30% من المرضى. وعلى هذا النحو فإن 60 مليون شخص في المنطقة مرشحون للإصابة بأحد الأمراض التنفسية. وقال دكتور بسام ما يقارب 3.7% من تعداد السكان في الإمارات يعانون من الربو بحسب دراسة أجراها مستشفى زايد العسكري عام 2011. يلا الله يعافينا ويعافيكم. هاي دراسة جميلة بعد الحين، وايد جميلة يعني، بس إن يمكن الحريم يزعلون علينا يوم نقولها. يقول دراسة تقول أن النساء لا يحفظن الأسرار أكثر من 38 ساعة. ها؟ كشفت باحثة أمريكية وأستاذة علم الاجتماع في جامعة ميشيغان الأمريكية الدكتورة مارغريت باول، هاي باحثة ها هي اللي مسوية الدراسة، ما بتقولون بعد محمود بروحه يطلع من عنده، لا، في دراسة مطولة بعنوان المرأة أقدم وكالة أنباء عالمية، هذا عنوان الدراسة. إنزين تقول إن النساء لا يستطعن الاحتفاظ بالسر أكثر من 38 ساعة، وغالبا يبحن به إلى أشخاص غير معنيين. يعني وكشفت الدراسة التي يعني أجريت على 500 امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 18-60 عاما أن 25% منهن اعترفن بأنهن لا يستطعن حفظ السر إطلاقا مهما يكون شخصيا وخطير. وأوضحت الدراسة أن 9 فتيات من أصل 10 يعتبرن أنفسهن جديرات بالثقة يبحن دائما بالأسرار، وأن 1/3 النساء يشعرن بالذنب بعد البوح بالسر. يعني كيفك كيفك أعلق ولا ما يحتاج عيسى؟ ما يحتاج. زين بطلع فاصل، خلنا نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله عندنا حوار جميل ما نتكلم فيه عن الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، ما نفتح هذا الملف أمامكم، وأيضا بتكون هنالك يعني استعراض للعديد من البرامج اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال. أيضا مستمعينا نبغي تفاعلكم معنا في هذه في هذا الموضوع من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006 أو من خلال الاتصال على الرقم 600551414. أي حد مقدم على طلب في الهيئة وما ردوا عليه يتصل فينا. يعني اليوم عندنا بتكون مديرة إدارة الموارد البشرية، هي من الشخصيات اللي دائما تدعو إلى الشفافية، وبالعكس تستقبل دائما النقد الإيجابي، نحن نقول النقد الإيجابي بمعنى اللي يحاول أن يطور من الأداء، يحاول أن يطور من آليات العمل. اليوم عندهم بعد كذلك في الموارد البشرية يعني نحن سحبناها من نص المعمعة، عندهم مثل عصف ذهني كانوا مسوينه لفريق الموارد البشرية على أساس أنه يطلعون بأهم الأفكار الإيجابية. كل هذه المواضيع ما نتعرف عليها، وأيضا ما نتعرف على طريقة التقديم في الهيئة، وأيضا كذلك ما نتعرف على أهمية تغيير البيئة الوظيفية أو الأجواء الوظيفية في الهيئة، وهذا ما لمسناه في الفترة الأخيرة. وعشان كذي نحن قررنا أن نستضيف مديرة الإدارة، نتعرف على كل هذه المبادرات وكل هذه الأجواء. بعد الفاصل بتكون معانا بإذن الله الأستاذ آمن السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة في دبي. فاللي عنده أي شيء، عنده أي استفسارات، ممكن يتواصل معانا على الأرقام اللي ذكرناها. فاصل مستمعينا وما نرجع لكم. الحريم ما وصيكم ما انشروا الخبر، يلا فاصل ما ارجع. صحة وسعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، ونحييكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا، قبل الفاصل وعدناكم أن نحن ما نفتح ملف الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا يعني مؤخرا تم إطلاق العديد من المواضيع والبرامج في هذا المجال. وأعلنت هيئة الصحة في دبي خلال شهر يوليو الماضي عن خطتها لتجاوز عقبات وتحديات توطين القطاع الصحي والعمل على جذب الكفاءات المواطنة والقدرات الخاصة للعمل في المجال الطبي بوظائفه المتنوعة اللي تضم فئات الدكاترة أو الأطباء، التمريض، الطب المساند، وأيضا يعني من خلال إيجاد مجموعة من البرامج يعني أو برنامج يكون معني باستقطاب النخب الطلابية من حملة شهادة الثانوية العامة من أبناء الدولة لاستكمال دراستهم الجامعية في مجال العلوم الطبية والصحية ضمن برنامج يعني خاص أطلقته الهيئة لرعاية خريجي الثانوية العامة. طبعا للحديث عن هذا البرنامج، أهدافه ومميزاته والعديد من المبادرات اللي أطلقتها الهيئة مؤخرا، يسعدني أن تكون معايا في الاستوديو لأول مرة وحصريا الأستاذة آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا. أنا بطلب منك بس تقربين المايك شوية على أساس أن نقدر نسمعك. كنا نتحدث عن العديد من البرامج اللي تم إطلاقها مؤخرا، وشاهدنا أيضا طفرة أو رؤية جديدة في الموارد البشرية في هيئة الصحة، فيها تركيز كبير على الموظف، إيجاد البيئة المناسبة له، حتى المكاتب تغيرا. انزين، فأطلقت مؤخرا برنامج لرعاية خريجي الثانوية العامة. نبغي فكرة عامة عن هذا البرنامج والأهداف اللي يسعى إليها، وما نتكلم، أخليها اليوم بحري ونسمع. زين، بس بداية حبيت أعقب على الخبر اللي قلته قبل شوي، مال الحريم. هو الحريم. أنا أعتقد أنا ما تقدر تيود الخبر أكثر عن ساعة. أكثر 38 ساعة هم قاعدين في هذا، بس يلا. هذا أعتقد بيئة ثانية مش عدنا. زين. برنامج رعاية خريجي الثانوية. يمكن بس حبيت أعطي مقدمة عن يمكن بداية التحاقي بهيئة الصحة في دبي بداية هذا العام. كانت لدينا العديد من التحديات في للموظفين في هيئة الصحة بشكل عام وبيئة العمل الداخلية. يمكن تدني للرضا الوظيفي في بعض الفئات الوظيفية وبعض التحديات الخاصة ببعض المبادرات يعني في الموارد البشرية. حطينا على ضوءها خطط تحسينية ومبادرات ومشاريع بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الصحة في دبي. أهمها يمكن على رأسها كان خطط التوطين في القطاع الصحي. أطلقنا برنامج طب وعلوم الشهر اللي فات. يمكن هذا البرنامج يركز على رعاية المواطنين خريجي الثانوية العامة في التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريض. حابين ندعم هيئة الصحة في دبي بكوادر مهنية مواطنة تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي وتحقق رؤية الصحة في دبي. المستهدفين من هذا البرنامج خريجين الثانوية العامة، وبما لا يعني دي مثلا متخرجين أقل شيء سنتين أو الطلب على يعني مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات. جميل. اليوم أنا طلعتك قلتي لي محمود أنا مشغولة وكذا، طلعتك من فعاليتك، شو هي الفعالية اللي عندكم؟ من التحديات اللي نواجهها في إدارة الموارد البشرية تحسين إجراءات التوظيف الداخلية. يمكن احنا خلال الفترة اللي فاتت بس ما قدرنا نحصر المشاكل الأساسية اللي فيها تتركز مشاكل التوظيف فيها، فقلنا بنجمع الموظفين المعنيين كلهم من صغيرهم لكبيرهم في جلسة عصف ذهني نتبادل فيها التحديات الحالية. يمكن ركزت ان انا اشمل كل الموظفين فيها، هم في الميدان على أرض الواقع عارفين شو المشاكل اللي يواجهونها، وبتطلع منهم الخطط التحسينية احنا كيف نحط نغطي هاي التحديات والكوركتيف اكشن على الفترة القادمة، وبنحط فيها خطط عمل ان شاء الله بنبتدي في التطبيق. زي اسمحي لي انا باخذ هذه المداخلة. الو
ألو. طيب مو مشكلة. طيب المكالمة راحت، بترجع مرة ثانية إن شاء الله. طيب بس أذكركم بأرقام التواصل معانا على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 4006. يا جماعة الخير من الساعة 10 لين الساعة 11 ما في بث مباشر في صحة وسعادة. كل المسجات اللي جالسه توصلني على موضوع البث المباشر وطالبين تواصلوا هذا، فانا بس حبيت اذكركم ان الفكره ان الان نستقبل المسجات للبرنامج صحه وسعاده. عموما ذكرتي عن بعض التحديات اللي تواجهكم واللي تحاولون تتغلبون عليها، تبغين تشاركينا هذه التحديات ولا ممكن اتكلم في بعضها؟ ايه تفضل. يمكن من ضمن التحديات اللي تواجهها إدارات الهيئة عندنا داخليا طول فترة إجراءات التوظيف. احنا طبعا الهدف الأساسي من التوظيف إيجاد الشخص المناسب في الوقت المناسب. أنتم ما شاء الله في معرض التوظيف يعني عينتوا تقريبا عدد لا بأس فيه إنه سبوت. صحيح. ايه. في معرض التوظيف طبعا احنا من ضمن خطط دعم التوطين نشارك في معارض التوظيف، فعندنا مشاركات رسمية يعني وأساسية اللي منها معرض الإمارات للتوظيف. تقريبا كانت المقابلات ما يفوق عن 100 مقابلة خلال هذا المعرض، 3 أيام للمعرض، والموافقة المبدئية كانت على 50 منهم و10 تقريبا تعينوا في نفس وقت المعرض. سبحان الله. طيب أنا بس خليني بقاطعك بالخير، بأخذ مداخلة من منو؟ بوريا؟ بوندة تفضلي. أهلا بوندة، كيف حالك؟ صبحك الله بالخير بالنور والسرور، تفضل يا سيدي. كيف الحال؟ يطول عمرك. أقول لك هذا مواد البشرية يعني ما شاء الله هيئة الصحة مشهورة يعني ضم خصوصا المواطنين يعني قائمة دور عظيم. جزاك الله. إيه يضمونهم يعني أنت تعرف أنت ما شاء الله نحن أحسن علاج عندنا في مستشفيات الدولة بالذات مستشفى راشد ودبي، الناس يجون من دول الخليج حق العلاج هنا يجون. يعني عاد كل شيء متوفر الحمد لله، أحسن الطباء عندنا من هالبلاد الحمد لله، ما القلب ما المفاصل ما الكل شيء طال عمرك. عاد نحن نحب نتعامل مع الدكاترة المواطنين صح؟ اي نعم. أي. وكان زمان اول كان المستشفى الوحيد كان مستشفى المكتوم. أي. في دبي مشهورة كانت واحسن صيدلية كان مع الدكتور محمد حبيب. تسمع زمان اولها. جزاك الله خير يا ابو ولد. يعني في نعمه الحمد لله. الحمد لله. والشيخ شيخ راشد وحكام الامارات واولاد شيخ راشد شيخ محمد وشيخ حمدان كلهم يعني قايمين دور عظيم طال عمرك ان شاء الله. جزاك الله خير يا ابو ندى على المداخله الجميله هذه، ونتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله. شكرا. طيب يعني نرجع، عندي مجموعة رسائل، بس خلينا قلتينا بتشاركينا في موضوع بعض التحديات، قلتي سرعة التوظيف. انزين نعم. احنا يعني شغالين على تحسين اجراءات التوظيف بما يلبي احتياجات الادارات. تعرف احنا يعني في هيئة الصحة الوضع صعب شوي من ناحية إيجاد الأشخاص المناسبين، لأن نستهدف إحنا وظائف صحية وظائف طبية تمريض، فيها بعض التحديات أنك إيجاد الشخص المناسب. صحيح. على الوقت والإطار الزمني اللي مطلوب. فالحين الهدف طبعا من هاي الورشة أن إحنا نطلع بمبادرات نعيد فيها إجراءات العمل الحالية ونحسنها. الهدف طبعا تكون هيئة الصحة في دبي الخيار الأول للتوظيف للفئات الطبية والعلوم الصحية. إن شاء الله يا رب. طيب نحن ناخذ مداخلة ونطلع فاصل زين، وبعدها ما نرجع ما نتكلم عن المزيد من المواضيع الخاصة بالموارد البشرية. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا أبو أحمد. كون الأستاذة مديرة موارد بشرية أودي أتناقش مناقشة بسيطة على أساس الإعلان عندك بعدة الإعلام. أستاذة كونها مديرة يعني شو بتقول في مصداقية المدير موارد البشرية مع الموظفين؟ شو بتتحدث عن المصداقية؟ شو تقصد يعني؟ شو تقصد بالمصداقية؟ مصداقية يعني اليوم كمدير أو كمديرة موارد بشرية
تحت عدة موظفين من الجنسين عدة مناصب لما يكون كيفية استخدام العدالة معهم المصداقية معهم في الترفيع في المناصب في كل شيء. طيب هذا المدراء كلهم يعني كمدير موارد بشرية هو كمدير موارد بشرية للجميع الجميع كيف واضح. يكون هو بابه مفتوح كيف يكون هو صادق في محاضراته لهم وتطبيقها يعني واضح. مش مجرد انه يعطي كلام وكذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين الواسطات يعني حركة الواسطات في موارد البشرية هذه الحركة أنا أبغي الأستاذة تتحدث عنها. حركة الواسطات كثيرة في الموارد البشرية اليوم مش بس الضروري الحضور والغياب. صحيح الحضور والغياب شيء مهم أنك أنت تحضر وتعمل بخلاص وإحنا كمسلمين هذا لابد منه واللي بيطلع من هذا الطريق فهذا ليه حساب آخر وتحاسب يعني وإن شاء الله ليه بيحاسبه وشفنا في أمس القريب ما شو حصل يعني إنزين. اليوم هناك في يعني عدم التوازن وعدم اختصر لي أبو أحمد لأن بطلع الفاصل بس اختصر لي على أساس أن أرجع أجاوب عليك يعني عدم تطبيق العدالة في الموارد البشرية بين الموظفين والموظفات. جميل جميل. إذن هذه السؤالين واضحين. في شيء ثاني بعد أبو أحمد؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير أبو أحمد. نحن مستمعينا نتواصل معاكم بعد الفاصل ومنرد على استفساراتكم في أيضا مجموعة من المسجات منرد عليها بعد كذلك من بعد هذا الفاصل. معنا في الاستوديو بتتواصل معنا الأستاذة أمنة السويدي مدير إدارة موارد البشرية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام ونحن نحييكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. اليوم موضوعنا موضوع الموارد البشرية في هيئة الصحة في دبي ونستضيف معنا في الاستوديو الأستاذة أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية. أستاذة أمنة قبل الفاصل كانت هنالك مداخلة تتحدث عن مصداقية مدير الموارد البشرية. أعتقد إذا صغت السؤال بشكل جيد فالمستمع أبو أحمد كان يتحدث عن أن مدير الموارد البشرية يجب عليه أن يكون يتحلى بالمسؤولية الكبرى والعدالة الوظيفية في عملية يعني وضع القرارات المناسبة لترقية موظف معين أو مدير معين أو إدارة معينة ترقيتهم من أو عدم الترقية. فكان يتحدث يمكن عن العدالة الوظيفية بشكل كبير وحط المسألة كلها على مدير إدارة الموارد البشرية. فهذا كان جزء والجزء الثاني كان يتحدث عن ضمن العدالة أن هنالك واسطات في عملية التعيين ما تعيين وكذا. فما أدري شو ممكن تردين عليه في هذا الجزئين. يمكن الأخ أحمد يتكلم على دور إدارة الموارد البشرية من ناحية إحقاق يعني العدالة والشفافية والمساومة بين الموظفين بشكل عام. بغيت بس أرد بداية على الأخ أحمد على نص قانون الموارد البشرية وضع أطر معينة وحوكمة للنظمة الداخلية للموظفين سواء من ناحية إدارة الموارد البشرية وإجراءاتها وتوضيحها وإدارة الشؤون القانونية ونص على بعض اللجان الثابتة اللي منها هي لجنة التظلمات ومنها لجنة المخالفات الداخلية. وطبعا الحمد لله احنا في هيئة الصحة عندنا هذه اللجان ويمكن أنا ما أخذ على عاتقي بعد في إدارة الموارد البشرية نشهر أنظمتنا بما يحقق شفافية عالية حق الموظفين. على هذا الطاري أنا كنت مر علي إيميل قريته كان يتحدث ان اللي ما حصل ترقيه او شيء ممكن انه يتواصل دايركتلي معاكم حتى ما يتواصل مع مديره يروح يساله لا يتواصل مع الموارد البشريه على طول. صحيح هذا من باب يعني العداله نوعا ما يمكن احنا نراعي ان بعض الموظفين يمكن مثلا ما يحصل فرصته في الاداره نفسها فممكن هو يتقدم داخليا لطلب الترقيه بناء على طبعا اداءه وانجازاته الوظيفيه في المكان. الهيئة رقت مجموعة كبيرة الفترة الماضية من صحيح. سنة وسنتين أعتقد عدد كبير. كم تقريبا العدد؟ حوالي يعني سنتين اللي فاتن حوالي 5000 موظف. 5000 موظف من 12000 كانوا يعني الفترة اللي طافت حوالي 11 أو أقل عنه يعني بنقول إحنا حوالي 50% تقريبا من الموظفين حصلوا ترقيات وتعديلات أوضاع.
جميل جدا، هذا رقم كبير. صحيح جدا. صحيح، وايد كبير، انجاز عظيم كان. انجاز عظيم، وايضا كانت عندكم تعيينات كبيره كذلك اتصور. صحيح، يعني بنقول احنا حوالي 3500 بعد السنة اللي فاتن كانت التعيينات في هيئه الصحه في دبي. ممتاز جدا. طيب استاذه امنه، مساله الواسطه في التعيين وكذا أنا أدري هذه من الأسئلة اللي دائما اللي دائما معرضين لها إحنا في إدارة الموارد البشرية. يمكن أنا بتكلم عن تجربة هيئة الصحة، ما يخصني في الإدارات الثانية. صحيح، إحنا في هيئة الصحة يمكن يعني إجراءات التوظيف عندنا اختيار المرشحين وعدد من المرشحين ونختار منهم الأنسب، فهاي ما أعتقد فيها واسطة يعني في اختيار الأنسب، لأن فيها معايير للكفاءة الوظيفية للوظيفة اللي بيتعين عليها إن شاء الله المرشح هذا. الإجراءات واضحة للكل، ودائما بعد المرشحين يوم يراجعونا يعني نعطيهم الأولوية ونشرح لهم وضع الطلب مالهم من التوظيف، وفي حال بعد لم يتم اختيارهم بعد نشرح لهم ليش ما تم الاختيار. جميل. عندي بس سؤالين كذا على السريع في المسجات. السلام عليكم ورحمة الله، أنا ممرضة مواطنة أعمل في مستشفى لطيفة لفترة، واستقلت في 2008 وكنت وقد قدمت للعمل في الصحة المدرسية قبل سنتين، ولكن لم يتصل بي أحد، فهل ممرضات الصحة المدرسية يجب أن يكون من الوافدات؟ ويعطيكم العافية على البرنامج. لا بالعكس، احنا يعني نرحب بالمواطنات، وال يعني التوطين نرفعه بشكل كبير في التمريض. اكيد اكيد. طيب نقولها تقدم مره ثانيه؟ اكيد. طيب انا بعطيك رقمها عقب البرنامج، ممكن تتواصلوا معاها. السلام عليكم، انا مقدمه اوراقي في معرض التوظيف في دبي من عده سنوات وما وصلني رد لين الحين، وانا الان خريجه من برنامج ابشر وابحث عن وظيفه في وزاره الصحه في اي مكان اوضع به في وزاره الصحه. الاخت فاطمه، أعتقد رسالة حق وزارة الصحة، بس إحنا عادي نرحب بعد بالمرشحين، فإذا ممكن ترد تقدم طلبها. ممكن تقدم عندنا على www.dha.gov.ae. صحيح. إنزين، DHA من دبي Health Authority، .gov من Government، .ae معروف يعني. طيب نتكلم عن برنامج بكم نفتخر. إن شاء الله. هذا البرنامج أطلقته لتكريم وتحفيز الموظفين المبدعين. ناخذ فكرة عامة عن هذا البرنامج وشو هي الفئات اللي تحتوي هذا البرنامج. يمكن في هيئة الصحة كانت عندنا ممارسات لتكريم موظفين، بس ما كان يعني كان ينقصها الإطار والإجراءات اللازمة. صحيح. على أساس نحطها في قالب واحد، فحطيناها كلها تحت برنامج. الحلو في هالبرنامج أن احنا حاولنا أن نوائم ما بين المعايير والمتطلبات فيه مع متطلبات الجيل الرابع في جائزة دبي الأداء الحكومي المتميز. يمكن حرص القيادة عندنا احنا معالي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الأخ حميد القطامي لتكريم وتحفيز الموظفين وتقدير حتى أبسط الإنجازات عندهم. كان حرص كبير، عشان شي احنا يمكن سرعنا شوي في إطلاق هذا البرنامج. يعني أنا ما أبغي أتكلم حقيقة عن معالي حميد القطامي لأن شهادتي وايد مجروحة، لكن للأمانة دائما ما شاهدنا العديد من المواقف الجميلة له في عملية دعم الموظف بشكل كبير، وأيضا تواجده في كل الفعاليات اللي تقوم بتنظيمها الموارد البشرية، وإطلاقه لهذا البرنامج. صحيح. يعني أكبر دليل على 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 دعمه، وأيضا محاولة إيجاد البيئة الإيجابية، ودائما ما يركز على البيئة الإيجابية. صحيح. دائما ما يركز أن الموظف يجب أن يكون إيجابي في العطاء. ما أبغي أتكلم وايد عن شخص لأنه بتبين شوية مدح، وأنا ما أبغي يعني شهادتي مجروحة أكيد في معاني، لكن هي كلمة حق تقال يعني. صحيح. مثل ما قلت يعني عقب على كلامك، حرصه على إطلاق هالبرنامج، ويمكن قال كلمة في الإطلاق يعني وايد جميلة، أن احنا نحرص على تقدير الإنجازات لجميع الموظفين. ويمكن احنا في هالبرنامج شملنا شريحة كبيرة من الموظفين وحطيناها تحت إطار واحد. البرنامج فيه تقريبا ست فئات رئيسية، منها جائزة التميز الوظيفي والإداري، تحت هذه الفئة ثلاث فئات فرعية. منها التميز الوظيفي اللي هم الفئات الوظيفية 13 فئة تقريبا، وفيها فرق العمل وفيها الإدارة المتميزة.
عندنا جائزة الخدمة الطويلة، حرصنا طبعا على تقدير الموظفين والإشادة بجهودهم وولائهم الوظيفي للموظفين في هيئة الصحة اللي كملوا أكثر عن 30 سنة ويكرمون لمرة واحدة فقط. جائزة التحصيل العلمي مثل ما قلنا احنا هاي مستهدفة للمواطنين، حرصنا احنا ان الموظفين في هيئة الصحة من المواطنين يكملون دراساتهم العليا سواء من ناحية الماجستير او الدكتوراه او الشهادات المهنية، لان احنا بعد قطاع صحي فعندنا بعض الشهادات المهنية بعد بنكرمهم عليها في هاي الفئة. عندنا جائزة البحوث بحكم ان احنا طبيعة عملنا طبية، في جائزة للبحوث لها معايير خاصة في المجال الطبي تستهدف المهن الطبية واطباء الاقامة وايضا الطلبة في الطب اللي هم طبعا راعيتهم هيئة الصحة. عندنا جائزة الاعتمادات الدولية بحكم طبيعة عملنا في الصحة، ايضا لدينا الكثير من الشهادات الاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية، فحرصنا في تكريم جهودهم في الحصول على هاي الشهادات من خلال هالبرنامج. وعدنا جائزة الاقتراحات، طبعا دايما نتكلم احنا على الإبداع والابتكار في الوظيفة، فهاي الجائزة لها بعد 6 فئات فرعية تحتها تحرص على تكريم الموظفين فيما يتقدمون من مقترحات وتطبيقها. جميل. الآن إدارة موارد بشرية لها برنامج التواصل مع موظفي الهيئة بمختلف المواقع من خلال مجالس الموارد البشرية، بلشتوا فيها البارحة حتى صحيح كنتوا معصبين علينا ما مطرشين مصور عندكم دبرنا عمرنا بروح صورنا ايه ما شاء الله طرشنا لكم عقب. نتحدث عن هذه المجالس أهدافها ومضامينها بشكل عام، أنا أحاول أني أخذ بشكل سريع كل المبادرات لأنه ما شاء الله وايد صحيح. فأتمنى الوقت يسعفنا بعد إن شاء الله بشكل مختصر. إحنا مثل يمكن ابتدينا الحديث شوية تحديات تواجهنا في إدارة الموارد البشرية، منها يعني الإدارات ما في تواصل بيننا وبينهم أو يعني تواصل محدود نوعا ما بحكم مقرنا إحنا، وما شاء الله عندنا المستشفيات والمراكز الصحية في أماكن مختلفة، فحرصنا إحنا من إدارة الموارد البشرية أن إحنا نشهر مبادراتنا والمشاريع اللي إحنا نشتغل عليها سواء تطويرية أو تشغيلية، ونفتح باب للنقاش مع الموظفين بكافة فئاتهم من صغيرهم لكبيرهم. الهدف من هاي المجالس طبعا ان احنا نفتح نشرح لهم الاجراءات والسياسات اللي موجوده عندنا او المبادرات اللي نطلقها مؤخرا. يمكن اول مجلس سويناه في مستشفى راشد الاسبوع اللي فات كان الهدف من احنا يعني نعطيهم المبادرات نظره عامه على المبادرات اللي في الاداره، واطلقنا طبعا او اشهرنا البرنامجين اللي هم برنامج طب وعلوم وبكم نفتخر، لأنه مهم من الموظفين يعرفون شو المعايير اللي بيترشحون عليها ونشجعهم على الترشيح. صحيح. ناخذ هذه المداخلة. ألو. ألو السلام عليكم. السلام. أقول محمد شبلح عبد الله بالعمر معك. أقول الصوت مو غريب. حيا الله عبد الله. الله يحييك يا زيك أخبار. هلا يا هلا. عبد الله بالعمر رئيس قسم التوظيف صح؟ أي نعم. التوظيف والتخطيط. والتخطيط. تفضل عبد الله. كانت حابة بس الداخل بخصوص التوظيف والتوطين عندنا حاليا زي. طبعا نحن في سبيل تحسين إجراءات التوظيف ونرتقي لأفضل الإجراءات، طبعا قمنا بورش مثل ما تقول عصف ذهني حاليا نقوم فيها في الهيئة لنوصل لأفضل الممارسات من ناحية التوظيف والتوطين. وطبعا من ناحية التوطين نتواصل مع أفضل الجامعات في الدولة أن نلبي فرص اللي تحتاجونها المواطنين من ناحية التخصصات وفرص العمل في الهيئة. جميل عبد الله. عطني بس الحين بسويك مراسل إذاعي حقنا هناك في هذا دائما كنت اتصلت، فعطني بس شو اللي صار معاكم اليوم أنتوا بلشتوا في هذا في هذه الفعالية مالت العصف الذهني. اي نعم والله أخوي نحن اليوم بلشنا في أول ورشة تحسين الإجراءات. طبعا اليوم سوينا مثل ما تقول راوند تيبلز مع الموظفين نحاول نشوف شو أفضل الممارسات وشو الأمور اللي نقدر نحسن فيها إجراءات التوظيف مع مقارنة مع التوظيف مثلا العالمي، أفضل الممارسات العالمية حتى نكون مثل ما تقول من أحسن الأماكن من ناحية التوظيف كتسريع الإجراءات كيف عملية استقطاب الكوادر الطبية والطبية المساعدة والتمريض. جميل.
جزاك الله خير يا عبد الله. ما بتسألينا شيء؟ لا أنا يعني أمنتنك المكان يعني عبد الله. نبقى أوتكم يعني أول ما يكم البرنامج إن شاء الله تكون المقترحات مجدية وبناءة. إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله عمر رئيس قسم التوظيف والتخطيط. شكرا جزيلا. طيب أستاذ أمنة، إحنا تحدثنا عن البيئة الخاصة في الموظفين وعطينا بعض الأمور الخاصة بال الجو العام والمبادرات اللي طرحتوها للموظفين، وأنا يعني ارتئيت التركيز على هذا الموضوع في هذا البرنامج على أساس أنه يعني نشارك هذه الخطط يعني حتى المستمعين بشكل عام. لكن الآن أحط نفسي في مكان المستمع، أقول طيب الحين أنتم مسوين هذه المبادرات كلها وقاسي تتكلمون حق الموظفين اللي في الهيئة، أنا كمستمع شو بستفيد؟ شو أبغي أعرف عن الهيئة؟ شو الأشياء اللي ممكن أسويها؟ أو شو الأشياء اللي ممكن أنتوا تقولونها كموارد بشرية ممكن تخلون المستمع يفكر أن لا بالفعل هنالك بيئة جميلة في الهيئة، ليش ما أي وأقدم عندهم والهيئة ممكن يعني تستضيفني عندهم؟ وهل هنالك وظائف أصلا على أساس أن نعين ناس ولا لا؟ شو حاطين حق 2016-2017؟ احنا يعني لين 2016 بعدنا طبعا، في يوجد لدينا العديد من الشواغر وان شاء الله الجماعة شغالين عليها على قدم وساق على قولتهم. الأغلبية للوظائف الطبية والعلوم الصحية والتمريض بحكم طبيعة العمل التخصصية لهيئة الصحة يقدمون. نستقبل وكأنه نستقبل عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. مواطنين وافدين ولا بس الأولوية للمواطنين؟ الأولوية للمواطن طبعا أكيد في أغلب في معظم الوظائف، وبحكم التخصصية في بعض الوظائف يعني أكيد أنها على حسب المتواجد في منها من كفاءات. نتكلم على بيئة عمل الحمد لله يعني اللي لاحظنا في ولاء من الموظفين في هيئة الصحة. صحيح. اللي حبيته في هيئة الصحة تقريبا أنهم يشتغلون كعائلة، نشتغل مع بعض يعني روحهم وقلبهم على المكان. صحيح. في فرص تطويرية كبيرة، وإحنا بعد يعني شغالين في هذا إدارة موارد بشرية يمكن من ضمن المسؤوليات الرئيسية على عاتقنا فرص الترقي والتقدم الوظيفي للموظفين. بنشتغلهم على خطط تطويرية فردية للموظفين وندخلها في خطط التدريب السنوية وبنطبقها إن شاء الله لهم. مسارات وظيفية واضحة بالنسبة للمجال الطبي. الإداري شغالين تقريبا 70% واصلين بنخلصها قريب إن شاء الله. فأقولهم يعني أكيد حياكم الله. طيب شو آلية التقديم؟ قلنا على الموقع، وشو بعد؟ موقع الإلكتروني، وممكن حتى ينادى في موقع الهيئة في الإدارة العامة يقدمون. جميل. قلتي لي عندي مشكلة في مسألة تسريع إجراءات التوظيف. زين. تعلق عليها محمود. إيه لا، لأن يعني بأمانة أنا أعتقد أن معظم الدوائر الحكومية أو معظم المؤسسات هي تقريبا يعانون شوية من مشابهة. صحيح. من نفس المواضيع. أنتوا شو ممكن يعني كم الفترة اللي تاخذ عشان أنا أوظف طبيب مثلا؟ إحنا بنتكلم للأمانة يعني هو المستهدف شهرين للانتهاء من إجراءات التوظيف، بس طبعا بحكم مثل ما قلنا إحنا الوظائف الطبية ما في الدكتور يخلص مثلا خلال شهرين، تأخذ من شهرين لست شهور لما يلتحق على رأس العمل. عندهم فترة إنذار، وأغلبهم شوي يعني وظائفهم حساسة يأخذون من 3 إلى 6 شهور فترة الإنذار عندهم. أما الوظائف الإدارية فهي يعني شهرين على الغالب، بس الطب شوي موضوع حساس فتطول الإجراءات. بالمقارنة مع المميزات اللي ممكن واحد يحصل فيها في هيئة الصحة مع الدوائر الأخرى أو الهيئات المنافسة كذا، فشو ممكن نقول نحن؟ إحنا والله الوظائف الطبية صراحة ما شاء الله يعني المزايا مغرية، وعندنا الحمد لله في عن طريق قانون الموارد البشرية الرواتب بالنسبة للكادر الطبي والطب المساند والتمريض، وفي بدلات طبيعة عمل، في بدل مهارات، يعني ملبين الاحتياجات في. صحيح. وكذلك أيضا بعد شغالين الحين على لائحة للكادر الطبي للموارد البشرية للكادر الطبي، براجع فيها بعد الهيكل الحالي للرواتب والدرجات والمسارات الوظيفية، فإن شاء الله يعني مستهدفين الربع الأخير والربع الأول من 2017 على أساس أطلاق هاي اللائحة إن شاء الله.
صباح الخير أستاذ محمود ولضيفتك الكريمة وفريق العمل. كم كانت نسبة التوطين عام 2015 وكم تتوقعون أن تصل نسبة التوطين في هذا العام؟ وشكرا. احنا نسبة التوطين متدنية نوعا ما عندنا، ويمكن مش احنا الوحيدين، يعني اكيد القطاع الصحي بشكل عام احنا تقريبا حوالي 23% نسبة التوطين عندنا بشكل عام. ان شاء الله شغالين على خطط توطين، بنحط له المستهدفات المتوقعة على 2017. نأمل طبعا، هي تحدي لنا كلنا، لان عشان شي احنا فتينا أطلقنا برنامج طب وعلوم لدعم خطط التوطين في هالمجال. بالضبط. أنا أبغي أضيف بعد على كلامك أستاذة آمنة أن القطاع الصحي يعني قطاع كبير جدا. صحيح. يعني بالنسبة لنا أحيانا الممرضين والممرضات، يعني أنا ما أدري عندنا ممرض مواطن في الهيئة؟ عندنا ممرضات. ممرضات، ما في ريال. لا. انزين، طيب هذا جزء من هذا، واللي انا اعرفه يعني عدد الممرضات جزء كبير يعني من عدد الهيئه. اذا ما نتكلم عن الكادر الاداري، انا اعتقد ان الكادر الاداري نسبه التوطين فيه عاليه جدا. هنالك قيادات كثيره من المراه، اعتقد عندنا 8000 وكم امراه في الهيئه؟ حوالي 8600. يعني ما في سر، ما في اي سر يتم في الهيئه. انزين. تخيل يعني هذا العدد يدل على أهمية العنصر النسائي في تكوين القطاع الصحي في إمارة دبي، لكن هذا ما يمنع أن إن شاء الله يا رب نشوف ممرضين مواطنين إن شاء الله، لأن هذه شفناها في دول الخليج موجودين. صحيح. هي ثقافة، يعني ممكن احنا مستهدفين ان شاء الله الفترة الجاية حملات ترويجية بننزل فيها الجامعات والمدارس حتى بنرقبهم فيه. مستقبلهم جميل. صحيح. مستقبل وظيفي قوي عندهم، يعني انا اللي قاعد اشوفه بالنسبة للممرضين او الممرضات الموجودات عندنا، بالعكس يعني المسألة بدت في اهتمام في دراسات عليا. صحيح. في تخصصات. صحيح. في تخصصات وفي مسار وظيفي. يوم الاحد كنت مستضيف احد الممرضات عندي، مسكت مديرة التمريض في الرعاية الصحية الأولية. صحيح. احنا بعد يعني في هيئة الصحة إدارة التعليم الطبي، يعني ما ننكر فضلها في هذا المجال. صحيح. التعليم الطبي المستمر عندنا ما شاء الله يعني قوي، ويالسين يوسعون بعد الحين ويزيدون التخصصات فيه، فطبعا التمريض على رأس القائمة في من ناحية التخصصات المستهدفة حق هيئة الصحة في دبي. طيب نحن الوقت أدركنا، فما أملك إلا أني يعني الحوار كان ماشي سريع معك أستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. كلمة أخيرة تبغين تقولينها على السريع؟ بما أنك أنت افتتحت بتقديم طلبات توظيف، إحنا نقول حق المستمعين اللي راغب بالانضمام لعائلتنا في هيئة الصحة في دبي، يتفضل بالتقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو تقدم عن طريق تقديم طلبات من في الإدارة العامة. وحابين نقول لموظفين هيئة الصحة يعني إن شاء الله القادم أفضل، وإحنا حريصين على رفع الرضا الوظيفي لكم، وشغالين على مبادرات لإسعاد الموظفين. شكرا. طيب أنا عندي نصيحة بعد، وزعوا بصل على الموظفين. ليش؟ يقول لك في دراسة طبية بريطانية تقول بأن البصل يعد من أكثر الأطعمة التي تجلب السعادة والشعور بالمرح والسرور. بعد البصل في الجزر والفول والموز والبطاطس. أنا ما بياكم. فالدراسة هذه يعني فيها فوائد كثيرة للبصل، أن تفيد في الوقاية من هشاشة العظام خصوصا عند السيدات المسنات. هاي لازم تعقب عليها وفاء عايش. طيب عموما إن شاء الله حياتكم ما تكون بصل، بس إن شاء الله تشعرون بالتبعات الخاصة بالبصل. فنشوفكم إن شاء الله على خير باكر، عندنا قضايا جديدة من أطرحها في هذا البرنامج. أيضا شاكر لكل من تواصل معنا عن طريق الرسائل النصية وعن طريق الاتصال، ومثل ما ذكرت الأستاذة آمنة الباب مفتوح قدامكم للتواصل معنا، وأيضا انضموا لعائلتنا مثل ما قالت عائلة هيئة الصحة بدبي. حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله، نقول لكم تقبلوا تحياتي، أنا محمود يوسف، وفي الإخراج كان معنا المبدع عيسى سبيل، وفي التنسيق الأخ الزميل فيصل بن فارس، وهذه أطيب الأمنيات لكم بالسعادة والصحة. دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.